حي على الصلاة. كنا في نعمة المساجد، الحمد لله نعمة، يوم أغلقت أبوابها أفقنا على النعمة فلنحمدها. كنا في أمور كثيرة، كنا الآن حرمت من أشياء لمصلحتك أنت. راجع نفسك يا أخي لتجدد الحمد لله. إذا سمعنا الأذان وسنسمع بإذن الله، بتختلط الدمعة بالدعوة بالفرحة، لأنك عدت للنعمة التي كنت تألفها. لنجدد الشكر على النعمة الماضية وفي نعمة انتظار النعمة القادمة، لأن الفرج قريب بيد الله.